المخدرات، قذائف قوية المفعول، دقيقة في إصابة الهدف، أطلقها الأعداء لإصابة قلب الأمة. إن حرب المخدرات أبشع من حرب الجراثيم، فحرب الجراثيم رغم بشاعتها محددة بزمن معين هو زمن الحرب، ومكان معين هو ساحة القتال. ولكن في حرب المخدرات فإن الزمان هنا لا ينتهي، والمكان الأمة بأسرها، والهدف قلب الأمة. فتخيل أمة كاملة يغرق شبابها في بحور الإدمان، شباب في عمر الزهور يغرقون سرا، شباب لم يبحث عن المواد المخدرة، بل هي التي تطرق بابه بشدة وتلح عليه إلحاحا. ليس سرا أن المخدرات أصبحت متوافرة في كل مواقع الشباب، في الجامعات، في المدارس، في الأندية، في الشوارع. ليس سرا أن المخدرات طالت المرأة، فأصبحنا نسمع عن المرأة المدمنة، والمرأة هي أم رجال المستقبل. فتخيلوا أمهات المستقبل مدمنات. أتعرفون ماذا يعني كون المرأة مدمنة؟ إنه الضياع العظيم، والخطب الجسيم، والمعضلة الشنيعة. إن إدمان المرأة يعني أنها ستتنازل عن كل شيء بعد ذلك. إن الإدمان يدفع بالشباب الطاهر إلى حالة من الجنون لا يستطيع أن يفرق فيها بين أمه وبين بغي من البغايا، وبين أبيه وبين عدو لدود، وبين أخيه وبين حيوان يريد افتراسه. لقد دفع الإدمان بالمدمنين إلى كل آبار الرذيلة السحيقة، وحولهم إلى وحوش كاسرة لا رادع لهم ولا دين. إن الإدمان وراء خطة ماكرة لتحويل المجتمع إلى غابة يسود فيها تجار المخدرات. انتبه، لقد حطم الأفيون شعبا كاملا هو الشعب الصيني. كان الاستعمار البريطاني هو الذي يقف وراء دفع الشعب الصيني كله إلى إدمان الأفيون، ولولا إدمانه لما تمكنت بريطانيا من السيطرة عليه، ولما تمكنت من استنزاف كل خيراته. تجربة بريطانيا في الصين تحدث الآن في هذا المجتمع المسلم، محاولة لاستنزاف كل موارد هذه الأمة والسيطرة عليها واقتيادها إلى الهاوية. لا مبالغة إذا قيل إن السبب الرئيس للفساد في أي دولة هو مافيا المخدرات. فلكي تصل المخدرات إلى المستهلك لا بد أن تجد مسؤولا فاسدا، وحارسا فاسدا، وقاضيا فاسدا. ولولا هذا الفساد ما وصلت المخدرات إلى المستهلك. نعيش أمرين خطيرين جدا وواقعين محزنين، فمن جانب نجد من يساند تجار المخدرات ليربح من ورائهم، وفي الجانب الآخر نجد المستأمن الخائن الذي يروج المخدرات بنفسه استغلالا لوظيفته ومكانته. إن الشفاعة والوساطة لإطلاق سراح تاجر المخدرات من سجنه جريمة بشعة، ومساعدة لقتل كثير من الشبان في مجتمعنا المسلم مصيبة كبرى وفاجعة عظيمة. عندما يصبح اللص أمينا والحارس خؤونا، كيف يعالج المريض المدمن وفي المستشفى من يزوده بالمخدرات؟ كيف يعالج السجين المدمن وفي السجن من يمده بالجرعة المخدرة؟ إن هذه القضية لا تحتاج إلى جهود جبارة فقط، بل تحتاج إلى صدق في العمل، وقوة في تنفيذ العقوبة، وأخذ على يد الظالم دون النظر إلى الوساطات. كيف سيكون مستقبل أبنائنا ما دام في أوساطنا من يسعى إلى تدميرهم ليل نهار؟ إن هذه القضية تحتاج إلى جهود المخلصين الذين جعلوا مخافة الله قائدا لهم ودافعا لأعمالهم. إن لم نستدرك هذه المصيبة ونسعى إلى وأدها، فمن غير المستبعد ألا يخلو بيت من غريق في بحر المخدرات.
إننا نطلق هذه الصيحات وكلنا أمل في أن تجد تجاوبا سريعا. إننا على شفا هلكة وانحدار لا صعود بعده، فهل من يعقل؟ يجب أن تتضافر الجهود للقضاء على هذه المصيبة قبل فوات الأوان. وفي الختام نقول لكل الآباء والإخوان ولكل مسلم: لا 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 وألف لا للمخدرات.